كانت فترة صعبة كتير أكيد، خصوصا أن أنا عريس جديد يعني، وكانت بداية الحبس حتى فترة بالنسبة لي صعبة كتير، وخدت الإضراب بسبب أنه أختي أجت على الزيارة وصار معها يعني أنه دافعت عن نفسها بظروف التفتيش الصعبة بالسجون، وانت عارف هذا الشيء كتير منيح، فتم اعتقالها وتم عزلي مباشرة يعني، وأنا بعرفش إيش عن أهلي، فهذا الاشي اثر علي كثير يعني، واضطريت اني ادخل اضراب على الطعام على اساس اطلع من الزنازين الموجود فيها واطمن على اهلي واعرف شو الظروف اللي صارت معهم على اختي بالاخص. والحمد لله رب العالمين، قعدت تقريبا سنتين في الزنازين واضربت عن الاكل ما يقارب 21 يوم، والحمد لله رب العالمين انتصرنا عليهم وطلعنا من الزنازين ورحنا على اقسام واطمنت على اهلي الحمد لله رب العالمين. بتمنى الفرج القريب لاختي ان شاء الله، ربنا يفرجها عليها وعلى جميع الاسرى كلياتهم بدون استثناء، الاسرى الاسيرات الاطفال كلهم. هي فرحانه اكثر بس الحمد لله عشان اخته يعني، الحمد لله طلعت سبع لا توصف، طلعت سبع لا تقدر في مال، قال يعني طلعته يعني عندي يا بكنوز المال مال الدنيا كله. كيف كان اول لقاء؟ يعني شعور لا توصف، لا يوصف يعني، الحمد لله لا يوصف، بس اتمنيت اخته معها يعني فرحتنا تكمل بس، والحمد لله اكيد على التلفزيون على الراديو كنا نتابع الاحداث اللي بتصير، وكانت فتره صعبه على المخيم على نابلس على جنين على الضفه كلياتها بدون استثناء يعني، كل حدث صار يصير وكل شهيد كان يستشهد كان بالنسبه لنا غصه كبيره يعني، والله يرحم رواحهم وان شاء الله الفرج القريب لكل الاسرى يعني. الفرحه انا بالنسبه لي فعلا لا توصف، كتير 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 شعور حلو، وكتير كتير الواحد يضم أهله، بس بالنسبة لي بتضل منكوسة كونه أختي بالسجن ضلت، ومش أختي لحالي وكمان أخواتي الأسيرات كلياتهم وإخواننا الأسرة جميعا الأسرة الأحرار برضو هسا أخته برضو مضربة وما عرفش إلها أسبوعين يعني ما بتحكي ولا إشي يعني، برضو لحدت الآن مضربة